بسم الله ويعطيكم ألف ألف عافية يا رب. إن شاء الله تعالى راح أبلش معكم شرح مادة المورفو. راح أحاول هذا الفصل أشرح قد ما أقدر منها وبكملها إن شاء الله تعالى الفصل يعني الجاي حسب الوقت. طبعا مادة المورفو لازم نعرف عن شو بتحكي بالبداية، مقدمة سريعة. مادة المورفو بتحكي عن جزئين أو موضوعين رئيسيات ومهمات. أول موضوع اللي هو الطحالب، ثاني موضوع هو النباتات. أول موضوع اللي هو الطحالب، رح نحكي عن جميع أنواع الطحالب كلها، طحالب خضراء، بنية، حمراء، ذهبية، جميع أنواع الطحالب رح نحكي عنها إن شاء الله تعالى. وبعدين رح نيجي نحكي عن النباتات. طبعا النباتات رح نحكي من أول النباتات ظهورا أو نشوءا إلى غاية يومنا هذا. هسا الجزء الأول رح نبلش فيه اللي هو الطحالب. تمام، كل كائن إن شاء الله رح نأخذه من الطحالب لازم نعرف شوية خصائص عنه، أنواع الصبغات اللي موجودة فيه، كيف بتغذى، تمام، أو كيف أو شو نوع غذائه، عنده جدار خلوي أو لا. يعني معلومات مهمة جدا لازم كل واحد يكون حافظها، ولازم كل واحد إنه كل نوع إحنا بنأخذه، تمام، كل شخص انه يقارن ما بين المعلومات لكل نوع احنا بناخذه. يعني مثلا اليوم راح يكون موضوعنا عن السيانوبكتيريا او السيانوكلورانتا، الها خصائص وصفات معينه، الها مواد معينه تدخل في الجدار الخلوي، الها عضيات معينه، الها صبغات معينه. وبعدين مثلا راح ناخذ الطحالب الخضراء برضو الها صفات خاصه فيها. فاحنا هون نبلش نقارن ما بين الكائنات مع بعضها، عشان بالامتحان رح تيجي كتير أسئلة فيها مقارنة مثل هيك. نبلش بسم الله. أول كائن اليوم رح نأخذه اسمه السيانوكلورانتا، بسموه برضو السيانوبكتيريا، برضو بسموه بلو جرينز. يعني هاي الثلاث أسماء لنفس الكائن اللي هو بالعربي بنحكي عنه البكتيريا الخضراء المزرقة. طبعا هي عبارة عن بكتيريا مش طحالب. العلماء زمان اعتقدوا على انه السيانوكلورانتا عبارة عن طحالب، بس بعدين مع الوقت اكتشفوا انها لا، هي اقرب الى ان تكون بكتيريا، بس هي قريبة برضو من الطحالب، يعني في تشابه ما بينها وما بين الطحالب. طيب ما انه احنا قلنا انها هي بكتيريا، شو الميزة اللي بتخص البكتيريا دائما؟ انه هاي انه خلاياها بتكون بروكاريوتك سيل، يعني بدائية النواة. فاول صفة اليوم لازم ناخذها ونكتبها عنا انه خلايا السيانوبكتيريا بروكاريوتك، بدائية النواة. يعني ما فيش عنا ممبرينز، او ما فيش عنا كمان عضيات. عندنا طبعا ممبرينز الخلية، بس ما عندناش ممبرينز حوالي يعني العضيات الموجودة، وما في عضيات كثير. يعني ما بنشوف نواة، ما بنشوف أجسام جولجي، ما بنشوف ميتوكوندريا، ما بنشوف شغلات كثير جوات هاي الخلية، اللهم بس رايبوسومات. وفي إشي ثاني مع الرايبوسومات، إشي بنسميه الثايلوكويت. طبعا احنا لازم نعرف انه السيانوبكتيريا او السيانوكلورانتا تقوم بعملية البناء الضوئي. فدائما عملية البناء الضوئي تحدث داخل الكلوروبلاست او البلاستات الخضراء. جوات البلاستات الخضراء في زي جهاز صغير، هذا الجهاز الصغير اسمه الثايلاكويد، وبكون محاط بغشاء، والثايلاكويد مع الغشاء بنسميه كلوروبلاست. في السيانوكلورانتا في الثايلاكويد ما في الغشاء، عشان هيك لا يعتبر انه عندها كلوروبلاست، هي عندها ثايلاكويد، تمام، وغير محاط بأغشية وغير محاط بغشاء. فمعناته اول معلومة اخذناها انه خلايا بروكاريوتك، ثاني معلومة انه عندها ثايلاكويد، تمام، طبعا without membranes، بدون غشاء او بدون أغشية، وتقوم بعملية البناء الضوئي داخل الثايلاكويد.
بدنا نعرف كمان معلومة ثالثة عن السيانوكلورانتا، إنه عندها جدار خلوي، عندها جدار يحمي هذا التركيب، تمام، يحمي هاي الخلية. جدارها الخلوي مش زي الجدار الخلوي اللي عند النباتات، هو أقرب إلى الجدار الخلوي اللي عند البكتيريا اللي إحنا بنسميها السالبة. طبعا البكتيريا في منها أنواع سالبة وموجبة، سالبة الجرام وموجبة الجرام. هي عندها السيانوكلورانتا عندها جدار خلوي أقرب أو أشبه بالجدار الخلوي اللي عند البكتيريا سالبة الجرام، ويحتوي أو يتكون من مادتين، أو يحتوي على مادتين هم: أول مادة بنسميها الداي أمينو بيميليك أسد، والثاني مادة بنسميها الموراميك أسد. داي أمينو بيميليك أسد وموراميك أسد، يعني هاي ثالث معلومة أخذناها وعرفناها، تمام. أول معلومة إنه بروكاريوتك، ثاني معلومة عندهم ثايلاكويد غير محاط بأغشية وتقوم بعملية البناء الضوئي داخله، وثالث معلومة بأنه جدارها الخلوي يحتوي على مادة الداي أمينو بيميليك أسد والموراميك أسد، وهو أشبه بالجدار الخلوي اللي عند البكتيريا سالبة الجرام. طيب طالما أنها هي تقوم بعملية البناء الضوئي، يعني فيها صبغات، صح ولا لا؟ فيها صبغة الكلوروفيل أكيد، كلوروفيل A، صبغة الخضراء. ومش بس هيك، فيها صبغتين ثانيات، فيها الصبغة الزرقاء، مش احنا بنسميها البكتيريا الخضراء المزرقة، يعني لونها أخضر وأزرق، يعني فيها الصبغة الخضراء اللي هي كلوروفيل، وبرضو فيها صبغة زرقاء بنسميها فايكوسيانين. طبعا احنا لازم نعرف المصطلح الإنجليزي، تمام، لازم نحاول نفهم بيترجم لإيش للعربي. يعني مثلا مصطلح فايكوسيانين اللي هو الصبغة الزرقاء، سيانين يعني أزرق، وفايكو هي كلمة ترمز إلى الطحالب، ففايكوسيانين يعني هي الصبغة الزرقاء اللي بتكون موجودة في الطحالب، تمام. وفيها برضو الفايكو إريثرين. الفايكو إريثرين إيش هي؟ الفايكو إريثرين هي الصبغة الحمراء، فايكو من طحالب وإريثرين يعني الأحمر أو لون أحمر، فالفايكو إريثرين هي الصبغة الحمراء. طيب هاي معلومة الرابعة الصبغات. نيجي على المعلومة الخامسة. هسا صارت عملية البناء الضوئي وتم إنتاج الغذاء، هذا الغذاء لما تيجي السيانوبكتيريا بدها تخزنه جواتها، بيكون على شكل شو؟ يعني مثلا الإنسان بيخزن غذائه على شكل جلايكوجين، النباتات على شكل ستارش. طيب السيانوكلورانتا على أي شكل؟ السيانوكلورانتا بتخزن غذائها على شكل أو بنسمي الشكل اللي بتخزن فيه غذائها بنسميه سيانوفيسيان. سيانوفيسيان، والسيانوفيسيان هو عبارة عن جلايكوجين بس إيش مع مواد بروتينية، يعني جلايكوجين مع بروتين مخلوطات مع بعض بنسميه سيانوفيسيان. طيب احنا هسا اخذنا تقريبا خمس معلومات، اخذنا انه هي خلايا بروكاريوتك، اخذنا انه هي فيها، اللهم صل على سيدنا محمد، اخذنا انه فيها الثايلاكويد غير محاط باغشية، اخذنا انه فيها جدارها الخلوي بتكون من مادة الداي امينو بيميليك اسد والموراميك اسد، وهو اشبه بالجدار الخلوي للبكتيريا سالبة الجرام. المعلومة الرابعة اللي احنا اخذناها انه فيها صبغة كلوروفيل A، السيان الفايكوسيانين والفايكو إريثرين، والمعلومة الخامسة إنها تقوم بتخزين غذائها على شكل اللي هو سيانوفيسيان، وهو عبارة عن جلايكوجين مخلوط ببروتين. طيب هسه ظل نحكي عن أشكالها. البلو جرينز إلها أشكال مختلفة، فممكن لاقي بلو جرينز كائن كامل بتكون من خلية واحدة، هذا اللي بكون يونيسيليولر يعني وحيدة الخلية، وممكن نشوف مجموعة خلايا أربعة أو خمس خلايا مع بعض، تمام،
ومتجمعات مع بعض زي كأنهم كتلة، وزي كأنهم مستعمرة، وبنوصفهم بنسميهم إنهم مستعمرة. وهاي المستعمرة بتكون عبارة عن كائن حي واحد اللي احنا بنسميه كلونيال. وممكن نلاقي هاي البلو جرينز على شكل سلسلة، على شكل عقد أو سلسلة فيلامنت، وهذول النوع بنسميهم الفيلامنتوس. فصار في عنا يونيسيلولر وحيدة الخلية، كلونيال تكون من مجموعة خلايا مع بعض زي كتلة أو زي مستعمرة، وفيلامنتوس هي عبارة عن مجموعة خلايا بتكون مرتبة على شكل سلسلة. رح ناخذ طبعا مثال على كل نوع. فمثلا اليونيسيلولر بلو جرينز ناخذ عنهم مثالين اللي هم كائن بنسميه كروكوكس، وكائن ثاني بنسميه جلايوكابسا. طبعا الجلايوكابسا في عليه ملاحظتين مهمات. في ملاحظة رح احكي لكم اياها بس نشوف صورته، وفي ملاحظة رح احكي لكم اياها هسه. الجلايوكابسا بتكون كل خلية الله سبحانه وتعالى احاطها بسلايمي شيث، يعني بغشاء هلامي عشان يحميها، فبتكون زي فيها لزوجة، غشاء لزج يحميها، وهسه رح نشوفه بالصورة. النوع الثاني اللي هو قلنا الكلونيال، تمام؟ الكلونيال مثال عليه المريزمو بيبيا، يا رب أكون لفظت بس الاسم صح. مريزمو بيبيا، طبعا المريزمو بيبيا هو عبارة عن بتكون مجموعة من الخلايا متجمعات مع بعض على شكل كلونيال، على شكل مستعمرة. وطبعا في معلومة مهمة على هذا النوع، بأنه يتكاثر عن طريق الفريجمنت وفريجمنتيشن. يعني إيش؟ يعني عن طريق التجزئة، يعني زي كأنه بنكسر منه جزء، وهذا الجزء بيرجع مرة ثانية إنه بيرجع ينمو ويعطينا كائن كامل. بعدين في عنا النوع الثالث اللي هو الفيلامنتوس، فيلامنتوس بلو جرين. الفيلامنتوس بلو جرين ثلاث أنواع عنا، أو ثلاث كائنات عفوا. أول كائن بنسميه الأوسيلياتوريا، ثاني كائن بنسميه النوستوك، والثالث بنسميه الأنابينا. طبعا في عنا ثلاث معلومات أو ثلاث ملاحظات مهمة على الفيلامنتوس بلو جرينز بشكل عام بالثلاث أنواع. أول معلومة وأول ملاحظة إنه هاي الخلايا أو هاي عفوا الكائنات، تمام، فيها خلايا، هاي الخلايا بتكون في البداية فيجيتاتيف سيل، يعني بتكون خلية عادية بأمان الله. بعدين هاي الخلية بصير لها عملية تحول، تتحول إلى نون موتايل سبور، تتحول إلى بوغ، تمام، غير متحرك، نون موتايل سبور. طبعا هاي الخلية شو بنسميها؟ بنسميها أكاينيتس. أكاينيتس، أكاينيتس يعني الغير متحرك، فهم سموها أكاينيتس لأنها قلنا بتكون غير متحركة، نون موتايل سبور. هاي أول معلومة. ثاني معلومة مهمة عن الفيلامنتوس بلو جرينز إنه فيها حويصلة تستخدم للنيتروجين فيكسيشن، لتثبيت النيتروجين، لإنتاج النيتروجين في الطبيعة. هاي الحويصلة بنسميها الهيترو أو الهيتيروسيست، هيتيروسيست. طبعا هاي الحويصلة الله سبحانه وتعالى بيكون خلق فيها إنزيم اسمه النيتروجينيز، اللي هو يستخدم لعملية تثبيت النيتروجين، تمام. وبهاي الحويصلة ما بيكون في عنا كلوروفيل، بتكون لاك كلوروفيل. يعني سبحان الله، الله كأنه خلق هاي البكتيريا كأنها خزان للنيتروجين في الطبيعة، سبحان الله. فصرنا لغاية هسه ماخذين معلومتين، رح نراجعهم بس نخلص. المعلومة الثالثة إنه هاي البلو جرينز الفيلامنتوس اللي بتكون عاملة زي السلسلة
بتكون مقسمة إلى أجزاء أو مقسمة إلى قطع، تمام؟ كل قطعة بنسميها هورموجونيا، يعني كل فريجمنت أوف فيلامنتوس بلو جرينز شو يسمى؟ يسمى هورموجونيا. لغاية هون إحنا خلصنا الثلاث معلومات، نراجعهم على السريع. أول معلومة اللي هو بالفيلمنتوس في عنا خلية اسمها الأكاينات، وهي بالأساس كانت فيجيتاتيف سيل وتحولت إلى نان موتايل سبور. ثاني معلومة إنه في الفيلمنتوس بلو جرينز في عنا حويصلة، هاي الحويصلة تستخدم لتثبيت النيتروجين، بنسميها الهيتيروسيست، بيكون فيها إنزيم النيتروجينيز، وبكونش فيها، ما بيكون فيها اللي هو الكلوروفيل. ثالث معلومة بأنه أجسام الفيلمنتوس بلو جرينز بتكون مقسمة إلى فريجمنت، كل فريجمنت كل قطعة تسمى هورموجونيا. في معلومة، بس هاي المعلومة خاصة بالأوسيلياتوريا، يعني هاي المعلومة بدنا نحكيها عن الأوسيلياتوريا. من الفيلمنتوس بلو جرينز، هاي البكتيريا اللي اسمها أوسيلياتوريا، الله سبحانه وتعالى خلق فيها خلية تسمى نيكريليا، وهي بتكون ديد سيل، خلية ميتة. هاي المعلومة فقط اللي بدنا نذكرها عن الأوسيلياتوريا، يعني خص نص. نروح هسا على الصور. بسم الله. هاي مثلا الصورة الأولى اللي بتفرجينا الأنابينا، البلو جرينز أنابينا من الفيلمنتوس بلو جرينز، ومنشوف كيف الفيلمنتوس عامل زي العقد، ومنشوف انه بتكون من قطع، قطعة جنب قطعة جنب قطعة. هاي القطعة احنا سميناها هورموجونيا قبل شوي. وطبعا كل فيلمنتوس هو عبارة عن كائن حي، عبارة عن أورغانزم. طبعا هنا احنا منشوف بهاي الصورة اللي هو الجلايوكابسا. وفي ملاحظة صغيرة بدي أقول لكم إياها، وأنا حكيت لكم لما نصل لعند الصور وصورة الجلايوكابسا، أنا أو الجلايوكابسا عفوا، أنا رح أجي أحكي لكم ملاحظة مهمة عنه. زي ما احنا منشوف هنا أن هم كاتبين كلونيال سيانوبكتيريا، رغم أنه احنا درسناها قبل شوي على أنها أو على أساس أنها يونيسيليولر. هي الصحيح انها يونيسيليولر، بس شو اللي بيصير؟ هاي اليونيسيليولر الخلية الواحدة بتنقسم وبتكون مجموعة من الخلايا، وبتجمعوا مع بعض على هذا الشكل، على شكل كلونيال، على شكل مستعمرة، ولكنها لا تعتبر انها كلونيال، هي بالاساس يونيسيليولر اورجانيزم. لانها ليش هي يونيسيليولر اورجانيزم؟ لانها تنشأ، لأن الكلونيال هاي أو المستعمرة هاي أو الخلايا هاي كلياتها تنشأ من single cell، من خلية وحيدة. طبعا زي ما منشوف إنه في دقيقة شوي نرجع، تمام. زي ما منشوف هنا إنه في عنا هاي خلية، أربع خلايا، وهذول الخلايا محاطات بإيش؟ زي ما منشوف هون محاطات بإيش؟ محاطات بسلايمي شيث، غشاء هلامي، حتى أكثر من غشاء، يعني كل خلية محاطة بغشاء، كل خليتين محاطات بغشاء ثاني، والأربع خلايا مع بعض محاطات بغشاء رابع، سبحان الله. بس أنا حبيت أني أفرجيكم السلايمي شيث وأحكي لكم معلومة الجلايكوكابسا أو الجلايوكابسا. نيجي هنا على السلايد هاد. السلايد هاد بفرجينا اللي هو النوستوك، وهو من الفيلمنتوس بلو جرينز. طبعا الصورة اللي من فوق هي صورته كيف بكون شكله، تمام. هم يعني هو بكون مجموعة من النوستوك، والصورة اللي تحت بتفرجينا النوستوك كتحت المجهر، ككائن كائن يعني يكون بهذا الشكل، زي كأنه شعر، مجموعة من الشعر. وهنا منشوف الأوسيلياتوريا، والأوسيلياتوريا زي ما حكينا إنه بكون فيها
خلية بنسميها النكريديوم، وهي بتكون ديد سيل. لهون احنا بنكون خلصنا، يعطيكم الف الف عافية يا رب. نكمل ان شاء الله تعالى عن السيانوكلورانتا المرة الجاية.